من أرضية ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة من عاصمة الميادين، حيث يستأنف هذا السباق بعد أن توقف في مساء البارحة وتأجل إلى يوم الجمعة القادم في ظل الأمطار الغزيرة التي شهدها ميدان الوثبة والإمارات بشكل عام، وسجلت في أرقام الأرصاد الجوية كأكبر كمية هطلت في السنوات الأخيرة. سألنا المولى جل في علاه أن يجعلها أمطار خير وبركة ويعم بنفعها أرجاء البلاد والعباد. إذا تستمر مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم من عاصمة الميادين، من أحد أعرق ميادين سباقات الهجن في الخليج، في الوطن العربي، ميدان الوثبة لسباقات الهجن، تهانينا نزفها لهجن الرئاسة على انتزاع رمزين رئيسيين في هذا المساء، وتتواصل أشواط القوة والإثارة والندية على الهواء مباشرة عبر قنوات التلفزة. وينطلق في هذه الأثناء هذا الشوط الخامس، مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول على الصدارة هجن الشحانية تسيطر على مقدمة الشوط على المركز الأول بقيادة منحاف لهجن الشحانية، انضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران، بينما المركز الثاني تصل في هذه اللحظات وتتقدم في المركز الثاني هملولة لهجن الرئاسة، ضمر المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما المركز الثالث تصل وتتسلل الشاهينية لهجن العاصفة غياث الهلالي في التضمير والتسيير، بينما المركز الرابع تصل في هذه اللحظات هقاوي أو هنا شواهين أو هقاوي لهجن الرئاسة، ضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وننتقل لنكمل النداء إلى المركز الخامس، تصل شواهين لهجن الرئاسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من خطف كأس القعدان في هذا المساء ورمز القعدان. نعود إلى مقدمة الشوط، إلى مجريات وأحداث وتداعيات هذا الشوط، ما زالت المقدمة رئاسية بامتياز، شواهين لهجن الرئاسة على أو هنا منحاف لهجن الشحانية على مقدمة الشوط بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران، بينما شواهين تصل في المركز الثاني لهجن الرئاسة مقدمة أحد الأسماء القوية على المركز الثاني بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. وننتقل إلى المركز الثالث حيث تصل الشاهينية لهجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي على المركز الثالث، الدور دور المركز الرابع تصل شواهين لهجن الرئاسة بمتابعة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما المركز الخامس يا سلام بدأ الهجوم من هجن الشحانية وهجن الرئاسة على حد سواء، ولكن التسلل شحاني في هذه اللحظات على المركز الخامس، تسللت واندفعت بل انطلقت العملة لهجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران. وإني أرى يا بن فاران الأعداد الكبيرة والهجوم من أكثر من شعار، هجن من زبار، هجن الرئاسة مع العملاق، وهجن الرئاسة مع المجازف، وهجن من زبار، وهجن العاصفة، أراها تقترب في هذه اللحظات وهذه الأسماء التي تندفع في الأمتار الأخيرة، وبدأ العد التنازلي لمعرفة بطلة هذا الشوط. إذن سيطرة رئاسية على أشواط اللقاية ورموز اللقاية في هذا المساء لتفتتح ختامي الوثبة وهذا المهرجان الكبير، بأيضا هذا الحضور الكبير والمشرف لجماهير هجن الرئاسة، بينما المقدمة في هذا الشوط منحاف ما زالت على مقدمة الشوط، ما زالت على المركز الأول، ولكن يا الشبل دير بالك إني أرى هجن الرئاسة وأم الزبار وهجن الشحانية قادمة لا محالة لنرى معركة أخرى في هذا الشوط تتجدد في هذا الشوط، وجميع هذه الأشواط قوية بنارية جماهيرية، ما زالت منحاف على مقدمة الشوط على المركز الأول تقترب من لوحة الكيلو وين ونصف الكيلو عن خط النهاية تقريبا يا الحبسي أو 1200 متر عن خط النهاية منحاف، ويمر أيها الأعزاء هذا الشوط سريعا للغاية، وتمر أشواط المساء أشواط اللقاية بسرعة فائقة. إذا لمن هذا الشوط ومواصلة حصد النقاط
هل للرئاسة أم للشحانية أم للعاصفة؟ ولكن الشحانية ما زالت مسيطرة مع منحاف هجوم رئاسي. أربعة أسماء قادمة يا الشبل على المركز الثاني والثالث والرابع والخامس هجن الرئاسة وهجن الشحانية على المركز السادس. إذا شحاني أو رئاسي هذا الشوط، شحاني أو رئاسي، ولكن منحاف ما زالت تصمد رغم كل هذه الضغوط من شواهين لهجن الرئاسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيت المهيري القادم باسمين قويين على المركزين الثاني والثالث، وتتسلل شواهين، ولكن منحاف تصمد، منحاف الشحانية وشواهين الرئاسة. معركة اللقاية يا سلام، منحاف وشواهين المجازف والشبل، معركة في هذا الشوط، ولكن منحاف تصمد، ولكن أيضا شواهين تضغط في الأمتار الأخيرة، 300 متر الأخيرة. شواهين بسم الله عليك، بسم الله عليها. إذا طارت بناموس الشوط وحلقت لتضيف هذه النقطة الثمينة إلى نقاط هجن الرئاسة في هذا المساء التي أبدعت وتألقت وأمتعت، ولكن عادت منحاف مع 100 متر الأخيرة، ولكن شواهين المجازف الرئاسة تخطف هذا الشوط تهانينا، والناموس هجن الرئاسة، ولي أيضا القائمين على هجن الرئاسة، والتالي للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز الثاني منحاف لهجن الشحانية، مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فرال المركز الثالث. المركز الثالث شواهين لهجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون. المركز الرابع هقاوي لهجن الرئاسة مع سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الخامس اللي وصلت فيه شهبار لهجن الشحانية بقيادة المضمر البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. إذا تهانينا وناموس. التوقيت الزمني لحظة وصول شواهين 7:24، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن الرئاسة، تهانينا لمحمد بن عتيق بن زيتون المجازف، بينما المركز الثاني منحاف قطعت المسافة في 7:25، 3 أجزاء من الثانية. التهاني والناموس للشحانية وللمضمر البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. المركز الثالث شواهين قطعت المسافة في 7:26، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا مرة أخرى لهجن الرئاسة، والتهاني للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. تهانينا لجميع الفائزين، والاستعدادات الأخيرة لانطلاقة أو انطلق شوطنا السادس، وأرحب بأخي